ولكن تيقول لي اشنو كنتي تدي؟ كاين عدم الاعتراف، عدم الاعتبار، عدم بالاتيان بمن يساعد على العمل البيتي كيؤدي الاجر. ساعد التوسيع عضو بجمعيه التحدي للمساواه والمواطنه. احنا جمعيه اللي كتشتغل عن قرب، معنى ان الاذن ديالنا هي دائما الاستماع للنبض النساء والاسر اللي كنشتغلوا معاها. فتنامي الحجره، تنامي الظلم، تنامي الصور النمطيه اللي تهين المراه كانسان، واللي كتبدا فقط ماشي لاعتبارها جسد بل اعتبارها اله كتصلح لجوج بلايص، كتصلح للكوزينه وكتصلح للناموسيه. فاكيد كان خصنا ضروري نوقفوا على هذه الحمله باعتبار ان شقا الدار ماشي حجره. كنتعاونوا على الزمان، كنتعاونوا على شقا الدار، كنتعاونوا على كل ما يمكن انه ينمي الاسره. فبالضروره ما نبقاوش خاضعين للمساله لهذاك الدور النمطي اللي كيحبس المراه فقط كتشتغل. والا استقيناها من حديث يومي كنسمعوه، يمكن كتسمعيه انت وكنسمعوه انا وكيسمعوه كل مواطن، كل انسان، هو اش كديري كاع واخا تضلي واقفه من 6 الصباح حتى 12 الليل على شقا الدار، اش كديري كاع؟ او هاد الانتقائيه، انا كنقول ماشي ما فيها بس يعاون. الا كنا نؤمن بان الاسره تقف على قدمين، تتوقف على المراه والراجل، فكل ما يعنيها خصو يوقف على المراه والراجل. معنى ان الا خدامين بجوج يدخلوا بجوج ويتعاونوا. الا خدامه المراه ماشي يتسناها الشقه تجي، والا خدام الراجل ماشي يتسناه الشقه تيجي. معنى ان هذا التقاسم اللي المفاد ديالو هو التضامن، هو التعاون، هو التعايش، هو بناء الفضاء المشترك، هو بناء جيل كيعتمد على القيم الانسانيه. فما كاينش فرق بيني وبين الراجل، احنا بجوج انسان وحنا بجوج خصنا نتعاونوا. الراجل خصو يساعد المراه. دابا حنا كنفيقوا مع 7 الصباح، كطيب الفطور، كتفيقي الدراري، كتلبسيهم حوايجهم، هو كيبقى ناعس، كيصاوب ليا القهوه. ملي ما كتصاوبش كيبقى يغوت. من هاد الغوت يوميا يوميا كيوصل، ربما كيوصل الطلاق. الجمعيه التحدي اللي واقفه كل نهار مفعود، كانت كتجي وحده جوج، ولا كيجيو الالوفات بسبب هذا المشكل. على التعاون باش يعاونها، باش كل شيء، على الشغل تاع الدار وصل الطلاق. وانا بغيت الراجل، كنطلب من الراجل يساعد المراه، حيت دابا مشى داك الزمان، المراه كانت بارك، الراجل كان بارك ويجي يلقى كل شيء موجود. دابا خصو يعاونها في الشقه، في الدراري، في الحفاضه، في التقليه، والمراه كتقدا في الزنقه، تشقى في الدار، تقري الدراري، هو بارك بحالتي السيد. كنقول لهم بقاو واخا صبروا، وكنطلب انا من الراجل يخلي الاسره مجتمعه، ما يفككهاش، يعاونها. ايش فيها الا جا من الخدمه وهز مع غسل الماء، غسل ما عندناش فيها بحال الاوروبيين، وما عادي كي كيجي من الخدمه كيعاون مرتو، كيفشقى، يمشي يتقدى، يجي الا كانت هي كطيب هو كيحفظ الدراري، الا كانت هي كتحفظ الدراري هو كينوض يعاونها في القهوه اللي ما كانتش مساليه. حيت بزاف يجي شويه هو شويه وكيتعاونوا، حتى كتكون واحد الاسره، واسره كبيره، وكيبقاو حتى كيوصلوا لواحد المرتبه عاليه، ولادهم كيوليو قدوه. أبو بكر مقتدي، فاعل جمعوي. انا في التربيه ديالي، الوالده ديالي طال الله في عمرها كانت كتخلينا عادي ندخلوا للمنزل وكنطيبوا، هذه المساله عاديه. انا ما كنظن، انا نقدر نقول لك انا مع دوك الاستثناءات، ولكن الغالب هي الثقافه الذكوريه، لانه بصوش بان المجتمع المغربي في الستينات جينا من القبيله، من القريه، جينا للدار البيضاء. الدار البيضاء هو الفضاء اللي باقي انت حامل ديك الثقافه الذكوريه. يعني خصنا واحد اجيال، يعني باش نقضيو على الثقافه الذكوريه، كما قلت، خدمه في داخل الاسره، خدمه في المدرسه، كتاب المدرسه خصو تا هو يتنقح وما يبقاش فيه ديك التمييز، وكذلك في دار الشباب، في دور الثقافه، وفي الفضاءات العموميه تجينا عادي انك في الزوجه ديالك انت كتدخل تطيب، تغسل المعان عادي جدا.